صباح الملك لله. تفضل يا محمود أمريكي، ليه بالتذاكر للناس؟ تذاكر يا حضرات، تذاكر يا بهوات، تذاكر يا فندية، ما حدش بيرد علي. خش انت يا محمد يا رضا. انا عايز اقول يا جماعة على حاجة، كل الناس لازم تدفع التذاكر النهارده عشان احنا مسلمين العودة ناقصة امبارح. عليا طالبة من بيتي مسلمينها ناقصة امبارح يا جدعان، مش هينفع كده. كل مرة انتوا تركبوا هما نفس الوشوش من نفس المحطة ومحدش بيدفع حاجة، ولا انت رايك ايه يا عم يا مين يا هنيدي؟ انا بسوق بس يا حبيبي. الركب والدور عليكم انتم، ايتوا اللي تلموا تذاكر. شوف اللي طالع ده. تذاكر يا استاذ، تذاكر يا استاذ بعد اذنك. انت بتزعق ليه يا اخوي؟ وانا لسه قعدت ولا قلت اصطبحنا واصطبح الملك لله حتى؟ عيب والله العظيم. انت مش معايا ولا ايه يوسف بيه يا وهبي؟ يا لا صعيقة السيماء يا للهوى. خلاص الناس ما بقاش عندها ضمير، خلاص مش منتظرين الناس تطلع من على سلم الاوتوبيس وتقعد على الكرسي. يا استاذ انا عايز تذكرة، انا ما بطلبش حاجة غريبة، ولا انت مش معايا ولا ايه يا مظهر يا ابو النجا؟ يا خلاوة. عايز التذكرة؟ عايز التذكرة؟ ما تدفع يا حبيبي، ما تدفع. ولا تحبوا تعيشوا سفلاية؟ قولهم والنبي يا استاذ، يا استاذ مظهر قولهم، ولا انت مش معايا ولا يا ستي يا سناء يا جميل. مستحيل ادق، مستحيل اطلع اتوبيس وازوغ من الكمساري دقة، مش اخلاقي ولا اسلوبي في الحياه. ولا ايه يا كيبو؟ انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص خالص خالص. انا عامل ابونيه سنوي بدفع بالسنه، ماليش دعوه بالموضوع ده. ولا انت مش عابد ابوني يا عادل يا ادهم؟ ابوني طب انت راجل تافه، انا ماليش دعوه بيك. ولا انت مش معايا ولا ايه يا لمبي؟ طب هو الدار الفقاده يعني؟ انت بتقول ايه يا لمبي؟ انا ساعدتك الدار ان هو يعمل النبوتين اللي هو بيقول عليه ده، الدر مش ده اللي هما بيروحوا ياخدوا بيه العيش في الاخر اللي هو اخر السنه ده ولا ايه؟ فتح بقى رايه في الموضوع. ممكن اقرا حاجه يوسف عيد ولا بنسمع ولا استاذ يوسف عيد؟ مش النظرية يا عم الحاج، مش النظرية. الواحد بيعمل ابونيه عشان ياخد تذاكر بالصدى، وانت عمال تقول لي مش عارف ايه التذكره ومش عارف بكام ولا ايه؟ ها؟ على رأي المثل يا حلوة ياللي العسل نازل من الشفه، ناويك سلاسل دهب دمك كمان خفه، ادفع في مهوي كلوف واهديكي جامع مالي، لو قلت كلمه يسمع بسمع من الشفه. الله خلاص لميتوا علينا الناس عشان حتة تذكرة بجنيه. مش اسلوب يا حضرات، مش اسلوب يا بهوات، مش اسلوب يا فندية. انا عايز اقول على حاجة. ايوة ايه بقى الحاجة اللي انت عايز تقول عليها؟ طيب احنا بقالنا كتير مش عارفين انت عايز ايه. انت يا عم الحاج تذكرة بجنيه وعامل عليها بوليكة طول ما انت رايح، وانت وانت رايح، وانت وانت جاي عمال تقول حاجات غريبة أكتر من الناس. دي تذكرة بجنيه يعني؟ ده البفرة طفت على البفرة أغلى منها ولا إيه؟ أنت مش معايا ولا إيه؟ معايا معايا صحيح.
عارف دفتر المفرق؟ اوتومان؟ اهو والله العظيم الراجل ده دي في التجارة لف على فكرة. حتى اكرم بس وانا انا مسكت الكل ولا انت بسمعي ولا تضرب حفيظه. اسعد الله صباحكم من جديد. النهارده طالعين مع اشراقة صباح يوم جديد. وبنقول للناس اللي هي بتتهرب من التذاكر وبتتهرب من اي حاجه جوه الاتوبيسات او جوه المترو نقول لهم ورقه وقلم يا ست الكل دليل ابو حفيظه للتخلص من الهروب من التذكره. صح هو ده بقى شغال. اول حاجه تخش بظهرك تعمل نفسك اهبل خالص وانت داخل. الكمساري هو بيعدي عليك اعمل نفسك من بنها. اقطش ودانك وانت معدي. لا بدينا الكمساري يقول لك انت رايح فين جاي منين. اعمل نفسك اعمى البس نظاره اعمل اي حاجه قول له بوليس قول له اي حاجه مطافي اي جهه امنيه هتعدي وانت يعني حاطط رجل على رجل باذن الله. يا راجل انا قلت له الكلام ده كله حاسس ان انا انسان مهم يعني ومش هدفع اي حاجه. طبعا يا ليندي ممكن تحس ان انت انسان مهم. تحويله من ايوه طبعا يا ليندي. لا كان بيخلص هقفل الفيديو ولا سيوه. واحب اقول في النهايه ان اي انسان عايز يتهرب من التذكره يتصل عليا 012 3 زيار 0 3 0 اقعدوا بالعافيه. 100 100.